عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله انا نصوم معاكم هاد الباندات ديال دوك البيجامات اللي درت لبناتي. دوك الطريفات كي شيطون الطرف من هادو 2.5 متر، راه شاطو لي طرف كبارين من هذاك التوب، وندير منهم باندات. وراه بقى لي ندير تا البوني، الا بغيت ندير منه البوني. هنايا عندي هاد اللوين، هذا تا هو صاوبتو لبنتي. انا صورت معاكم غير هذا ما صورتوش، على حساب نفس الموديل. هادي غندير شكيل ديال الباندا في شكل، وهذا في شكل جوج اشكال ديال الباندات. هذا غنحتاجو فيه جوج قطع، هاد القطعه الصغيره وهذا، هاد القطعه الكبيره اللي كنعبروا الدوره ديال الراس. شحال فيها؟ نحيد هذا غنصور معاكم. هذا هي الاولى، هنايا كنعبروا الدوره ديال الراس. شحال فيها؟ دوره الراس كله كنعبروه بالسنتيم، كنعبروه مزير، ما كنخليوهش مرخوف، ونقصوا منه 3 سنتيم ولا 4 باش ملي نديرو الباندا تجينا مزيره على راسنا. ونعبرو هنايا، انا جاتني هنايا 53 في الدوره ديال الراس، حطيتها هنايا. وهنا في العرض درت 27 هنايا في العرض ديالها. صافي غنقبطها هكايا وغنطويها على جوج. هاد الجهه هادي الطويله هي اللي كتكون كتيري فيها هانت، وهاد الجهه هادي اللي فيها 27 ما كتكونش كتكسل. غنشد هكايا القطعه ديالي وغندوز عليها بالخياطه، نخلي سنتيم ديال الخياطه وندوز. غادي نجيب الباندا وغنقلبها دابا. من تكونوا كتخيطوا هاد الخياطات تجبدوها باش من تجيو تحشيوها في الراس ديالكم ما تطرطقش. دائما تسوبيكم كيتيرين تي جبدوه في الخياطه. غنقلبوها هكايا، هنا قلبتها كما شفتوا معايا. هنا درت الخياطه في المنتصف، غادي نحلها هكايا، نشد بالبانكات ضروري في التوب هذا. صافي درت الخياطه هنا في المنتصف ديال هاد الباندا، وغادي نقلبها لتحت. هذا الوجه، غادي نجيب هاد الجزء هذا وغادي نطويها على جوج هكا لهذا الشكل. غادي نجيب هاد القنت هذا وغادي نديره هنا في المنتصف على الخياطه اللي عندي هنا في المنتصف. وغنجيب هاد الطرف هذا غنقلبو لهنا، نجيب البانكا باش نشد. كما شفتو انا قلبت هذاك الجزء الاخر، هذا غنقلبو لهنا من التحت، عاود ندورو عليه من التحت ونشد بالبانكا. هنايا غادي ندوز بالخياطه، غنحطو هكا في الماكينه وندوزو ونرجع عليه بالخياطه مزيان. هنا نحيد هاد الزوائد هادو، صافي. وغادي نحل دابا الباندا ديالي كما شفتو على هاد الشكل، غادي نحلها. كتجي على هاد الشكل هادي. هنا الا بغيتو تنبتوها بداك الجوهر
دير لها اللون الابيض بحال اللون ديال الباندا اللي دخلت لها في البيجامه، ديروا لها هنايا الجور تنبتوها به بحال هذا. هذا انا عندي رقيوق، يكون داك الغليظ حسن، يكون داك اللي كبر من هذا، هذا رقيق صافي. هذه هي الباندا ديالنا، راه الطريقه سهله. هاد الباندا يمكن لكم ديروها حتى تبيعوها، غير داك الطرف اللي كيشيطوا لكم ديال المبره ما تلوحوهمش، راه كيتحتاجوا بزاف ديال في هاد الباندات هادو، في الباندات ديال الشعر، في البنيات كيداروا بزاف ديال الحوايج، تخيطوا هكا ويتباعوا، ما كيشدوش بزاف ديال الوقت، 10 دقائق كتوجدي الباندا. دابا غندوز للباندا الثانيه هنايا. غادي نجيب هاد القطعه اللي درت هنا، درت فيها 14 على 14، 14 هنا في الطول و14 في العرض. غادي نجيبها هكايا، غادي نخيطها، ناخذ سنتيم ديال الخياطه ديالي ونخيطها. نجي لهاد القطعه هادي ونعلم المنتصف ديالها من هنا، من هاد الشيء ومن هاد الشيء. نقلبوا هادي بعدا هي الاولى من هنا، نضعها في المنتصف ديال داك الكرانة اللي درنا فين علمت. هنايا فهاد الكرانة هادي اللي درت هنا، فهي فين هي، غادي نشدو وغادي نخيط عندنا. صافي غادي نجي هاد القطعة هادي، غادي نطويها على جوج هنايا، غادي نخليها هادي قبلت هاد الباندا هادي، نديرها قبلت ونشد بالباندا هنايا. نجي لها فين هاد الراس وغادي نبدا الخياطة ديالي، ناخد سنتيم ديال الخياطة ونهبط معاها. هنا غادي نقلب الباندا ديالي دابا، ضروري من تكونوا كتخيطوا سيري التوب جبدوه في الماكينه، يد وحده كتشد التوب من هنا ويد اللوراني كتجبد التوب، باش من تجيو تلبسوها ما تطرطق لكمش الخياطه. انت هنا واخا نجبد انا ما غاديش تطرطق لي الخياطه. هنا غادي نحشي طرف واحد، اما هذا اما هذا، غادي نحشيه هنايا. نقاد هاد الخياطة هنا في النص، غادي نجيب هاد الطرف هدا نحطو هنايا، غادي نحيد هدا فوقاني، نشد هدا، نشد هاد الجوج ديال الوسط، هادو اللي في الوسط هما اللي غنشدو، منخلي هدا ونخلي هدا اللي من التحت، ونشد هادو اللي في الوسط هكا، وغادي ندوز نخيط من هنايا، ندور معاه بالماكينة. هنا درت معاه، هنا خيطته، خيطتها هكايا كدوري معاه، كتبقى لك واحد الفتيحه هنا صغيره كتخرجيها هكايا كما شفتو. هنا راه بقات لي غير فتحه صغيره، ها هي هادي، غادي نشدها هكايا ونخيطها.
شفتو هادي هي الباندا ديالي كتجي على هاد الشكل. هي الباندا راه ساهله، الا بغيتي ديروا لها هنايا العقير فهاد البلايص هادو، ديروا لها باللون ديال الكحل حيت انا دخلت فيها الدونطيل دخلته في الكحل. هذه الباندا الثانيه راهم ساهلين، داك الطريفات اللي كيشيطونا ما نرميوهمش نستغلوهم، اما نديروهم لوليداتنا ولا نبيعوهم. راه دغيا كيوجدو 10 دقايق كتوجد الباندا. نتمنى تعجبكم الفكره وما تنساوش تدعمونا، ديروا جيم واشتراك وتخليو لنا تعليق زوين، والسلام عليكم.